من جديد كابتن هيثم، برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا معايا نجم يعني وكابتن فرقه كره طائره رجال كابتن عبد الله عبد السلام، برحب بيك طبعا يا كابتن. في البدايه على شاشه قناه الاهلي بقول لك الف مبروك، انتوا ماشيين باداء رائع الحقيقه من اول هذه البطوله. كلمني اكتر كمان على مباراه النهارده واستعداداتكم لمباراه بكره ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيكي. برحب بالكابتن هيثم وضيوف الكرام في الاستوديو. طبعا البطوله الافريقيه طبعا من التارجت السنه دي اللي احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه ونحققه. مباراه اليوم اللي يعني متوسطه المستوى زي ما انت شفتي، احنا بناخد المباراه خطوه بخطوه يوم بيوم. امبارح كان عندنا راحه، خدنا محاضرات، ركزنا في التمرين. النهارده كان عندنا مباراه زي ما انت شفت، الجهاز الفني بيشارك اللعيبه كلها بصفه مستمره عشان يبقى اللعيبه كلها رجلها في الملعب وفي البطوله، والحمد لله يعني بنقدم بشكل كويس بغض النظر عن الخصم اللي قدامنا. يمكن اتكلمت انا وانت يا كابتن قبل المباراه على طول ان مستر فرناندو مونزو يعني المدير الفني للفريق بيدعم دايما الفريق بالكامل، والحقيقه يعني بيقول لهم كلام تشجيع كبير جدا، ده اكيد بينعكس على ادائهم داخل ارض الملعب. مظبوط، اكيد طبعا. يعني في ناس ممكن تبص البطوله اللي هي سهله، طبعا البطوله مش سهله. البطوله طبعا يعني احنا منظمينها واحنا ابطال من سنتين، في فرقه طبعا محترمه موجوده. مستر فرناندو زي ما حضرتك قلتي قالين لازم نركز جامد، لازم نحترم الخصم، مالناش دعوه باللي بيلعب قدامنا، نأدي مهاراتنا ونأدي اللي اتمرنا عليه واللي بناخده في المحاضرات عشان نطلع بشكل كويس ونقدر يعني يبقى موجودين باذن الله. كابتن عبد الله، انتوا ماشيين لحد دلوقتي 3-0 في كل الثلاث فرق اللي لعبتوها طبعا في المجموعه الاولى، بكره امام العداله الكيني، توقعاتك للمباراه؟ لا ان شاء الله رب العالمين، يعني لازم هنكسب ان شاء الله رب العالمين. لازم هنرجع دلوقتي ناخد محاضراتنا ونركز، هنأدي المباراه طبعا بشكل قوي جدا عشان يعني نبقى اول المجموعه، وان شاء الله نركز في الادوار الجايه باذن الله. كابتن عبد الله كل التوفيق ليكم طبعا، وبشكرك نورتنا. شكرا. كابتن هيثم، ده طبعا كان لقائنا مع الاسطوره كابتن عبد الله عبد السلام، نجم وكابتن فريق طائره رجال. بشكرك وعوده ليك مره ثانيه.